من ينقذ مواهب الخماسي الأردنية؟ ونيمار الغدار من برشلونة إلى الهلال. حلقة جديدة من جرينتا، خليكم معنا. أهلا بكم. للأسف قبل 5 سنوات اتخذ اتحاد كرة قدم قرار بإيقاف نشاط الكرة الخماسي من إلغاء الدوري أو المنتخب واللعبة بشكل عام بحجة تخفيف النفقات المالية لدى الاتحاد، وهذا الشيء سبب غضب عند العديد من اللاعبين اللي بمارسوا كرة القدم في الصلاة. طبعا هناك عدة بطولات أقيمت الفترة الماضية كان من الممكن أنه المنتخب الوطني يشارك فيها، مثل كأس آسيا السنة الماضية، وصارت بطولة غرب آسيا وكأس العرب كمان، وحتى بطولة شاطئية. ودائما كان السؤال ينسأل، وين منتخبنا عن هيك بطولات؟ علما بأنه إحنا كنا من أوائل الدول العربية اللي بتبلش بالخماسي. فعلى سبيل المثال للحصر، عندنا لاعب أردني اسمه إبراهيم صلاح وعمره 28 سنة، لعب مع الأهلي والفيصلي والجزيرة بالأردن، بس قبل 4 سنين اتعاقد معه نادي الحرس الوطني الكويتي ومستمر معهم حتى اللحظة. صلاح خلال مسيرته في الكويت حقق عدة بطولات، وبال 2021 نال جائزة أفضل لاعب في الدوري الكويتي، والكويت دوري اهتمت بكرة الصلاة ووصلت لمرحلة متقدمة ومتطورة فيها، وهي اللي استضافت كأس آسيا السنة الماضية. منتخبنا بحسب مختصين باللعبة بيحكوا لو يرجع يتجمع بينافس بالبطولات اللي ذكرتها، علما بأنه شاركنا ببطولة كأس آسيا مرتين 2016 و2018 قبل ما يتوقف، ولحتى يرجع منتخب قوي وينافس بحاجة لمدرب أجنبي مختص بتدريب الصلاة، يعني مش مدرب ملعب كبير نجيبه عليها تسليكة حال. وهناك عدة لاعبين مميزين مثل إبراهيم صلاح في الشوارع وملاعب الخماسي بكل الأردن بيستنوا فرصة الظهور ببطولات رسمية لحتى يمثلوا المنتخب وينطلقوا منها لعالم الاحتراف. فماذا لو أعاد الاتحاد هذا النشاط من خلال بطولة أندية وضمت فرق جماهيرية زي الفيصلي والوحدات، واللعبت في الصلاة اللي بدل ما نلعب فيها فوتبول بنحولها للأسف لحلبات ألعاب قتالية وفعاليات غير رياضية ببعض الأحيان، ويمكن يكون في رعاة للبطولات المحلية ودخول للجماهير بأسعار رمزية. أتمنى ذلك. صدق من سمى نيمار بالغدار، فهاللاعب ما إله أمان وين ما يروح. بعيدا عن أنه ممثل رهيب وبيخدع الحكام، بس شهادة حق هو من أكثر اللاعبين المهاريين عبر التاريخ. وكأنه الدوري السعودي ناقصه نجوم بعد ما جابوا كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما وساديو ماني، والقائمة تطول. الدور هاي المرة من الهلال إجا على نيمار اللي الكل حكى أنه خلص راجع برشلونة، زي ما حكيت بالعنوان مش من باريس سان جيرمان، بس رجع غدر في نادي بعد ما غدرهم قبل كم سنة، واليوم راح يكون أزرق هلالي. ومن المتوقع يوقع اللاعب غدا الأربعاء على عقد نادي العاصمة وزعيم السعودية بعد تفضيله عرض الهلال المادي على عرض برشلونة، وقيمة العقد راح تكون 160 مليون يورو لموسمين. ذات يوم عندما غادر قلعة برشلونة أراد الخروج من عباءة ميسي ليحقق الكرة الذهبية، فهل غادر من باريس سان جيرمان من أجل تحقيقها في السعودية؟ وسؤال حلقتنا لليوم بيحكي، كم كانت صفقة انتقال نيمار من برشلونة لباريس سان جيرمان قبل عدة سنوات باليورو؟ احكوا لنا لو عرفتوا الإجابة بالتعليقات. وفي النهاية لا تنسوا تتابعوا شبكة منصات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، لايك على الفيسبوك، فولو على الانستغرام، سبسكرايب على اليوتيوب، واستنونا في الحلقة الجاي. معكم أنا مهند جويلس، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.